الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. عندي اليوم إن شاء الله وصفة فطيرة التفاح أو كيكة التفاح بمقادير كتير كتير سهلة وبسيطة، إن شاء الله بتعجبكم طريقتها. وخلونا مع الوصفة والمقادير. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. معكم بإذن الله مطبخ. أنا بتمنى من اللي بشوف القناة لأول مرة ما تنسونا من اللايك من الشير. معي إن شاء الله اليوم وصفة فطيرة التفاح. المقادير إن شاء الله سهلة وبسيطة. لعجينة الفطيرة عندي مقادير هون: معلقة كبيرة من السكر الحبيبات العادي، عندي باكيت من الفانيلا، عندي هون واحد من الخميرة باكيت أو معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من الزبدة أو المنجرين، هاي عندي كوباية حوالي 220 ملي من الحليب الدافي، عندي رشة ملح، عندي بيضة واحدة، وعندي هون من الطحين طبعا حسب الكمية من كاسين كاسين ونص حسب العجينة ما تاخد. وللحشو في عندي هون تفاحتين بدي أقشرهم، وبدي أحط معهم معلقة كبيرة من السكر البني أو الأبيض إذا مش موجود. هحط عندي هون كمان معلقة من الزبدة أو المنجرين، وعندي كمان هون نص معلقة صغيرة من القرفة. أول شي بسم الله أبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. أحط عندي البيضة، أحط عندي السكر والفانيلا طبعا، بسم الله أحط الزبدة ونحركهم منيح مع بعض، وبعدين بنحط الحليب. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي صار عندي الخليط كريمي. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل الحليب، الحليب طبعا دافي شوي شوي، شايفين؟ او اذا بتحبوا تحطوا الزبدة عندكم شوي تكون دافية بس تتخلط بسرعة مع تتجانس مع الخليط بسرعة وتدوب. فانا طلعتها من البراد عشان هيك دابت. احط الخميرة هلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني معلقة كبيرة، ممكن انا عندي هذا الباكيت حجم معلقة صغيرة، معلقة كبيرة من الطعام. طبعا هلا بدي احط بسم الله اول كاسة من الطحين، وبدي ارش رشة الملح. هاي اول كاسة، هاي بدي احط الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. ونشوف تنتين تنين ونص ثلاثة قد ما تاخد العجينة معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي ثالث كاسة طبعا. اسا الخليط عنا طري. هاي حطيت ثلاث كاسات بحجم الكاسة تاعت الحليب، يعني الكاسة اللي بتعملوا فيها الحليب تعيروا نفس الشي الطحين. هاي ثلاثة، وممكن حسب الكمية الطحين ما تشرب عندي ممكن تشرب بسرعة أكتر أقل. هاي بدي عجنهم منيح، يعني ثلاث كاسات كفيات العجينة، بس بدي أخلطهم منيح مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي تاخد كفايتها، بس هاي يعني ما حزودها شيء، بس اعجنها منيح مع بعض. هاي بسم الله الرحمن الرحيم. هاي شايفين، هاي تميت اعجن العجينة. طبعا اذا بتحبوا تحطوها بعجانة برضو نتيجة افضل بتعطي. وبدي اغطيها هلا بالنايلون ونريحها لتخمر اقل شيء نص ساعة، وبنرجع لها لما تخمر. انا بعد ما سبت العجينه تخمر مثل ما قلت عنده هون معلقه كبيره من السكر البني، نص معلقه صغيره من القرفه، وعندي هون معلقه صغيره من الزبده، الافضل تكون صغيره يعني مليانه. هاي اذا بتحبوا بتحطوا معلقه كبيره، يعني انا وسط هيك وهيك، يعني تشبه الكبيره والصغيره. هلا بدي اقطع عندي التفاحات، أقشرهم بس قبل، طبعا بدي أقشرهم وأقطعهم قطع صغيرة وألفهم بالسكر والزبدة والقرفة. هاي نقطعهم قطع صغيرة بس أقشرهم هلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بعد ما قشرتهم بدي أقطعهم
يعني قطع عادية بعدين قطع صغيرة. هاي بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بقطع بهالحجم هيك صغار أساس يكونوا بالخبز لما يكونوا بعطونا طعم أفضل لما يكونوا. إذا بتحبوا، في ناس بتحب تطبخهم على الغاز بتقليهم مع الزبدة هيك لما يدوبوا بتعصرهم، بس أنا بلاقي هيك أحلى، بضلوا الحبات جوا. هذا حسب الطعم والرغبة اللي بتحبوه. هاي يعني بدي أقطعهم كل هون. بسم الله الرحمن الرحيم، هاي ناوي أنا قطعتهم قطع صغيرة. هاي بدي أقلبهم مع الزبدة والقرفة والسكر وأسيبهم لما الصوص تبعهم يرتقي ينزل. بسم الله الرحمن الرحيم، هاي وبنرجع لهم بعد ما تكون العجينة خمرت على أساس نشتغل فيهم، بكون الصوص تبعهم كله نزل لتحت. بسم الله، هاي أنا بعد ما ريحت العجينة هاي واختمرت لنص ساعة أحطها على جهة، والتفاح اللي عنا هاي نزل الصوص تبعه، شايفين هاي بدي أعصره أنا هلأ، وبدي أحطه على جهة أساس يروح الصوص تبعه لما نحط العجينة ما ينحشي جواه، يعني طبعا لأنه ما بتزبط معنا ممكن يخربها. عشان هيك أنا تركته حوالي شي كمان أكتر من نص ساعة بعد ما اختمرت العجينة. هاي هاي شايفين، نعصره كله أساس نحشي فيها، شايفين هاي. بدي أسيبه هلا على جهة ونقطع عجينتنا، بقطعها على قد القالب اللي عندي. أنا دهنت عندي هون قالب كيك، أي قالب عندكم بتدهنوه. هاي القالب حطيت فيه ورق زبدة من تحت وطحين، وبدي أقطعوا القطع هون وبعدين نحشيهم. بسم الله الرحمن الرحيم، حسب القطع الحجم أنا ممكن بديش تطلع عندي، ممكن تصغروها تكبروها لأن حنرجع نخمرها كمان مرة في القالب بعد ما نحشيها. شايفين كيف العجينة طرية وبتطلع معنا. ممكن إذا العجينة لزقت على هوا الطحين، حسب الطحين تقطعوها بشوية طحين. هاي القطع اللي قطعتهم بدي أسيبهم بس شي 10 دقايق ليرتاحوا عساس أشتغل فيهم كلهم مرتاحين. هي بعد ما ريحتهم شي 10 دقايق بدي أجيب كل قطعة. أنا جبت هاي أول واحدة أكبر شوي، حسيتها نفتحها. هاي أهم شي الأطراف من النص طبعا لأكون شوي منيحة عساس لما نحط الحشو فيها. هاي نحط التفاح اللي عندنا هون سبناه طبعا وعصرناه من الصوص اللي فيه. هاي وبدي أسكرها هيك يعني، هاي وبدي أحطها هاي بالنص هيك، وبدي أجيب التنين حواليها ألفهم. بسم الله الرحمن الرحيم، أهم شي الأطراف أساس ما تكون معجنة، ومن النص لا نخليها شوي أساس برضو ما تكونش رقيقة أو تفتح معنا. ممكن ترقوها هذا حسب أنتوا يعني تتحكموا فيها، بس برضو بلاقيها هيك منيحة طرية العجينة. هاي بسم الله الرحمن الرحيم، أحط في قلبها الصوص هيك اللي عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ونسكرها. هاي شايفين مثل ما بقول مثل الطابق او السرة. هاي نسكرها منيح، هاي واحطها هون لا الفهم كلهم هلا بالدور. هاي لما نخلصهم هاي شايفين، بسم الله الرحمن الرحيم، هي هون انا حشيتهم كلهم. بسم الله، وبدي اريح العجينه هلا. هاي عندنا القالب اقل شيء كمان نص ساعه، وبنرجع لها لما تخمر ونشوفها كيف. بسم الله، هي هون بعد ما سبتها حوالي شيء 40 دقيقه تخمر وترتاح، حسب انتم ما بتحبوا تخمروها. هون جبت عندي معلقه كبيره من الزبده دوبتها، وبدي احط معها معلقة كبيرة حوالي من الحليب، وبدي أحطهم على الوجه. وأنا طبعا في هاي الوقت كنت محمية الفرن حوالي ربع ساعة على 180 درجة، لازم تفوت على فرن حامي شوي
بسم الله الرحمن الرحيم. هاي بدي ادوبهم مع بعض، هيا بدي ادهنهم الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، هاي ادهنهم كلهم تعطينا لون. طبعا في ناس بتحب الزبدة وناس لا، احسن من البيض، ممكن حسب، ممكن تحطوا صفار بيضة كمان. هاي بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بدي احطها هلا بالفرن ونشوفها لما تطلع على 180 درجة. حياتها طلعت عندي من الفرن، اخذت حوالي شي 35 دقيقة طبعا، وبدي ادهنها ببقية الزبدة اللي ضلت عندي والحليب، شايفين، عشان اللمعة والطراوة لما تطلع من الفرن. هاي بسم الله الرحمن الرحيم، ونسيبها تبرد شوي ونطلعها من القالب. بسم الله، نسيبها هلا تبرد وبنرجع لها. طبعا انا هون بعد ما سبتها شوي تبرد، يعني مش تماما بس لي لازم تبرد تماما. بسم الله، بدي افك القالب هاي عنها وارشها هلا بالسكر المطحون. طبعا اختيار السكر المطحون حسب الرغبة، ممكن مشمش، جوز هند، اللي بدكم اياه. هاي بدي ارشها. هيتني بعد ما سبت انا احاول اوصل لي شقفة، طبعا مثل ما قلت لازم تبرد تماما. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كتير طيبة هاي الكيكة او الفطيرة مع القهوة، يعني مع الشاي او اي وقت حسب الرغبة. طبعا شقفة، بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين كيف قوامها وشكلها من جوا، التفاح حياته جوا، وهي من تحت كمان كيف محمرة، وان شاء الله بتعجبكم طريقتها.